الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن أعظم وأنفع وأنجح وأنجع الخيرات زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على زيارة قبره الشريف المبارك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحث الناس على فعل محرم ولا على باطل ولا على قبيح. عندما بلغنا وثبت عندنا بالأدلة والأحاديث بإجماع العلماء أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عمل عظيم مبارك، دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم حثنا على طاعة وشجعنا على خير. ولو كان السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا لحذر الرسول ولبين قبل وفاته. لماذا؟ قال علماء الأصول، أصول الفقه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والرسول مات ولم يقل لا تزوروني مع السفر، لم يقل لا تزوروني بالسفر، لم يقل لا تزوروني مع شد الرحال. فلما لم يبين ذلك دل على أن السفر وشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جائز، عمل مبارك، طيب، مستحب، بل هو من أعظم القربات إلى الله تعالى. فهؤلاء الذين يضللون الأمة ويكفرون المسلمين ويقولون إن إنشاء السفر وشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي معصية، ولا تجمع الصلاة ولا تقصر في هذا السفر، والعياذ بالله من ضلالهم، كأنهم يقولون الرسول مات ولم يبين ما تحتاج إليه الأمة. أليس هو صلى الله عليه وسلم من قال في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وانتبهوا للحديث: ليوشكن، يعني قربة، أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. بدأت بهذا الحديث الصحيح لماذا؟ لأن المشبهة تقول عن حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، تقول عنه مكذوب وتقول عنه ضعيف. وأحيانا إذا أرادوا أن يخففوا العبارة بزعمهم قالوا ضعيف لا يعمل به، أو قالوا باطل، أو قالوا منكر، أو قالوا مكذوب، أو قالوا موضوع. وإن قالوا ضعيف قالوا لا يعمل به، بل تجرأ بعض أئمتهم أن يفتري على رسول الله وعلى الدين وعلى الأمة وعلى العلماء، فقال: لم يصح في الزيارة حديث، والعياذ بالله. كأنه بذلك يقول إن الأمة على ضلالة، كأنه يقول إن الحفاظ والأئمة والعلماء الذين صححوا حديث الزيارة، كأنه يقول هؤلاء ضلال اجتمعوا على ضلالة. وقد رددنا على هذه المسألة في المقابلة الأولى المتعلقة بالزيارة الشريفة. لكن الآن انتبهوا معي، سنرجع بعد قليل إلى حديث من زار قبري.
فلماذا بدأت بهذا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح؟ لأثبت أن نبياً من أنبياء الله الكرام وهو عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام سينشئ سفراً، سينشئ سفراً بقصد زيارة قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وأين الدليل على ذلك؟ انتبهوا معي، قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري، قبر الرسول في المدينة صلى الله عليه وسلم ليس في مكة، حاجا أو معتمرا. لا يوجد شيء من أركان الحج والعمرة متقيدا أو مخصصا أو متعلقا بالمدينة. عيسى عليه السلام نبي رسول بلا شك بنص القرآن والحديث والإجماع، ينهي الحج أو العمرة في مكة. الآن أجيبونا، من مكة إلى المدينة سفر طويل بإجماع علماء الأمة أم لا؟ سفر طويل، يعني إذا بدنا نحكي بالكيلومترات 475 كيلومتر، يعني هذا سفر طويل بإجماع علماء المذاهب الأربعة على الأقوال في مسألة السفر بالنسبة للجمع والقصر. سفر طويل من مكة إلى المدينة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة جمع وقصر، جمع وقصر. الآن انتبهوا معي، عيسى نبي رسول ينشئ سفرا من مكة إلى المدينة، يعني هذا السفر سفر معصية لا تقصر ولا تجمع فيه الصلاة كما قال أئمة المشبهة، وحاشا لعيسى النبي الرسول أن يفعل ما هو إنشاء سفر معصية، حاشا، حاشا لعيسى أن يكون ضالا جاهلا يعصي ربه ويترك صلاة أو يفعل الصلاة حيث لا يجوز أو لا تصح. هذا لا يليق بعيسى، يكون جاهلا بالصلاة كيف تصح وكيف لا تصح ومتى يفعلها حيث لا تجوز بزعمهم. فليجيبوا بماذا يحكمون على عيسى، بماذا يحكمون على نبي رسول صلى الله عليه وسلم ينشئ سفرا. هذا إنشاء السفر، شد الرحال بفعل الأنبياء لقبر نبينا محمد، هذه واحدة. الثانية، من الذي قال ذلك ومن الذي أخبر عن ذلك؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق العالمين، وهو الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى. إذن عيسى سيفعل، فهل الرسول أخبر عن باطل، عن منكر، عن ضلالة، عن محرم؟ وهل عيسى يتلبس بضلالة؟ هل عيسى يتلبس بما هو خلاف العقيدة؟ لأنهم يعتبرون أن إنشاء السفر بقصد زيارة القبر يقدح في التوحيد بزعمهم. فبماذا يحكمون على محمد حيث قال ذلك صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، وبماذا يحكمون على عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا الحديث حديث صحيح، أثبتنا منه جواز إنشاء السفر الطويل البعيد بقصد زيارة القبر النبوي المحمدي الشريف صلى الله على رسول الله محمد وسلم. وبمن؟ بفعل الأنبياء والمرسلين، بفعل عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح، هذا من أحاديث الزيارة، هذا يشجع الناس على الزيارة أم لا؟ إذا كان الأنبياء يقصدون قبر النبي للزيارة، من نحن العامة أمام الأنبياء الكرام؟ من نحن العامة الذين نحتاج للبركة وللثواب وللأجر وأن يستغفر لنا الرسول؟ نحن أحوج لذلك. فإذا كان الأنبياء يفعلون ذلك، كيف نحن العامة لا نفعله؟ إذن الرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حسوا ويفعلون ما هو حسن طيب مبارك جائز مع إنشاء السفر وشد الرحال بقصد زيارة القبر الشريف. فإذا قال لكم هؤلاء المشبهة المجسمة، هؤلاء الذين يحرمون إنشاء السفر
وشد الرحال بقصد زيارة القبر الشريف إذا قالوا لكم لا إنما عيسى يفعل ذلك في موسم حج أو عمرة؟ قولوا لهم هل معكم كما يقول العامة، هذه عامية، هل معكم عمى أشكال؟ ما بتعرفوا مكة من المدينة؟ شو دخل المدينة بعمل الحج والعمرة؟ شو في من الأركان بيتعلق بالحج والعمرة بالمدينة؟ الأركان هناك في مكة. إذن قصد المسيح ليس العمرة في المدينة، قصد المسيح ليس الحج في المدينة، إنما القبر الشريف، إنما قبر محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى المسيح وعلى موسى وعلى إبراهيم وعلى كل الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه. إذن لا علاقة لعمل الحج والعمرة الذي سيعملها المسيح في مكة، لا علاقة لهذا بإنشاء سفره المبارك إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل لأهل السنة من أدلة صحيحة ثابتة لا كلام لكم عليها على جواز السفر، مع إنشاء السفر، مع شد الرحال، مع السفر الطويل، وبفعل الأنبياء وإخبار النبي عن ذلك. من جملة الأدلة أيضا ما رواه الحافظ السخاوي، ما رواه الحافظ السخاوي، وما رواه السيوطي، وما رواه أيضا من المحدثين والفقهاء ملا علي القاري وعدد كبير، إن كان من الحفاظ أو من المحدثين أو من الفقهاء. اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. هذا حث على الزيارة. فإذا قلتم حديث الزيارة مكذوب موضوع، وهو حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، تعالوا لنتكلم في هذه المسألة، تعالوا لنتكلم في هذا الحديث الذي تقول فيه المشبهة المجسمة نفات التوسل والتأويل والتبرك إنه حديث موضوع. أولا، التصحيح والتضعيف في مرتبة الحديث لا يؤخذ من جاهل ولا ممن لا يعرف ما هي شروط الحافظ. التصحيح والتضعيف وظيفة ومرتبة خاصة بالحفاظ، كما بين ذلك ونص عليه وقاله الحافظ السيوطي في ألفيته. ماذا قال؟ وخذه، أي الحديث، حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. انتبهوا معي، يبين لنا الحافظ السيوطي، والسيوطي حافظ فقيه مفسر نحوي لغوي، يعني جمع أنواع العلوم، وشهرته ملأت الدنيا، ملأت الدنيا. هذا الحافظ السيوطي ماذا يقول لنا؟ يقول: إذا أردت أن تعرف أن هذا الحديث صحيح وأن تأخذ به، كيف تعرف أنه صحيح؟ اسمعوا: وخذه حيث حافظ عليه نص، يعني إذا جاء حافظ من الحفاظ المعتبرين ونص نصا صريحا على الحديث الفلاني أنه صحيح، عند ذلك تقول هو صحيح كما نص عليه فلان من الحفاظ، فأنت اعتمدت على تصحيحه بناء على تصحيح الحفاظ له. هذه الطريقة الأولى، مثل حديث توسل الأعمى بالنبي في غير حضرته. سبحان الله، هذا الحديث مع أن المشبهة المجسمة تطعن فيه، إلا أن الطبراني نص باللفظ على صحته فقال: والحديث صحيح. هذا في المعجم الصغير،
في المعجم الصغير نص عليه فقال: والحديث صحيح، وهو من أحاديث التوسل. مثل هذا تقول: الحافظ الطبراني نص على صحة هذا الحديث. هذا يعني مثال وطريقة كيف نقول عن الحديث إنه صحيح. انتبهوا معي. الطريقة الثانية، ماذا قال السيوطي رحمه الله؟ أو من مصنف بجمعه يخص. ما معنى هذه العبارة؟ حافظ من الحفاظ المعتبرين أخذ على نفسه. ما معنى أخذ على نفسه؟ اشترط، يعني التزم، قال: هذا المصنف، هذا المؤلف لا أذكر فيه إلا الصحيح، ووجدنا هذا الحديث في هذا المصنف. عند ذلك ماذا تقول؟ الحديث صحيح على شرط الحافظ الفلاني الذي شرط على نفسه أنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا الصحيح. مثل الحافظ سعيد بن السكن اشترط، أخذ على نفسه أن لا يذكر في كتابه إلا الصحيح. انتبهوا معي. حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، ليس أنتم أيها المشبهة من تصححون وتضعفون. عندنا علماء كبار، عندنا حفاظ، عندنا مشاهير. من من الحفاظ صحح أو حسن هذا الحديث؟ انتبهوا معي الآن. الحافظ الضياء المقدسي في المختارة. ما معنى المختارة؟ هذا الاسم هو لمجموعة أحاديث هو انتقاها، اختارها، وعلى شرطه رآها صحيحة، ومن بينها حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهو حافظ. الحافظ الضياء المقدسي، هذه واحدة. إذن عندنا الآن حافظ صحح الحديث، هذا الحديث أيضا ممن صححه بمرتبة التحسين. لأنك إذا قلت حسن، بعض العلماء ماذا يقول؟ بعض العلماء يقول: الحسن يعني من الأحاديث التي تدرج تحت نوع من أنواع الصحيح. من؟ الحافظ الفقيه الإمام المشهور السبكي. وليس لمجرد الكلام، بل حسنه للتطبيق والعمل وإنشاء السفر. أين؟ في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، أو شن الغارة على من أنكر سنية الزيارة. يعني هذا الاسم أيضا لنفس الكتاب، هو سماه بهذا وبهذا. هذا الحافظ السبكي المشهور قال إن هذا الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي لا يوجد في من رواه من يتعمد الكذب، فهو في مرتبة الحسن، يعني يعمل به. لا يوجد فيه راوي يتعمد الكذب، فاعتبره في مرتبة الحسن للعمل به هذا الحافظ السبكي المعروف، والذي له شهرة واسعة وقوية وكبيرة في الحفظ، وكتابه مطبوع وموجود في الأسواق. إذن حافظ صححه، وحفاظ أوردوا في كتبهم أحاديث الزيارة، كالحافظ سعيد بن السكن أورد في كتابه حديث الزيارة والتزم أن لا يذكر فيه إلا الصحيح، وكذلك القاضي الخلعي في كتابه المنتقات، الفوائد المنتقات، الصحاح أو الحسان. يا إخواني يا أخواتي، انتبهوا للعنوان: الفوائد المنتقات، الصحاح أو الحسان، وذكر فيه حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. ماذا يريدون بعد هؤلاء؟ هؤلاء حفاظ صححوا أو حسنوا هذا الحديث. الآن سأقتصر على هذا القدر، مع أن عندنا الكثير في من صححه أو حسنه أو أورده للعمل به أو الاحتجاج به، عندنا الكثير.
وقد بفضل الله تعالى ألفنا كتابا في هذا الحديث، ألفنا كتابا إضاءة المنارة، إضاءة المنارة على صحة أو حسن حديث الزيارة. ألفنا كتابا في هذا الحديث، وذكرنا فيه الكثير من الحفاظ والعلماء والمحدثين ممن صححوه أو حسنوه أو أوردوه للعمل به، لكن الآن سنكتفي بهذا القدر. الآن انتبهوا معي، إذا جئنا إلى المسألة الثانية التي يقولونها، الآن رددنا عليهم في كذبهم عند قولهم حديث مكذوب أو حديث موضوع، هذا الآن رددنا عليه في القسم الأول من الجواب. القسم الثاني إذا قالوا ضعيف، وهم يقولون ضعيف أحيانا للتمويه، لماذا يقولون ضعيف ولا يروى ولا يعمل به بعد قولهم ضعيف؟ اسمعوا وانتبهوا معي. على القول بأنه حديث ضعيف، ماذا قال الحافظ الإمام ابن الصلاح الذي هو إمام الحفاظ والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ النووي والحافظ السخاوي والحافظ البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر؟ كل هؤلاء، بل ليس كل هؤلاء فقط، بل أكثر، أقول لكم هذه العبارة، جمهور علماء المصطلح ماذا يقولون؟ يجوز رواية الحديث الضعيف في الفضائل، والزيارة من الفضائل. يعني على قول جمهور العلماء من علماء المصطلح، إن الحديث الضعيف يجوز العمل به. لماذا؟ له أصل في الشريعة، لأن هذا العمل له أصل في الشريعة، له أدلة تحث عليه، تقوي، تحسن هذا العمل. فإذا هذا قول جمهور العلماء من علماء المصطلح على أن الحديث الضعيف يعمل به ويروى في فضائل الأعمال. وليس هذا فقط، بل اسمعوا، قال الإمام أحمد الذي هو إمام السنة، أحمد بن حنبل رضي الله عنه إمام السنة، ماذا قال؟ كنا إذا روينا الحديث في الفضائل تساهلنا، وإذا رويناه في العقائد والأحكام تشددنا. هذا الإمام أحمد الذي ينتسبون إليه كذبا وزورا، يقول إن الحديث الضعيف في الفضائل يعمل به. اسمعوا، الإمام البيهقي رضي الله عنه الذي ملأ الدنيا، صيته ملأ الدنيا إن كان في الفقه أو في الحديث، ماذا يقول الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رضي الله عنه ورحمه الله؟ اسمعوا ماذا يقول، يجوز رواية الحديث الضعيف في الفضائل والتواريخ والمغازي والسير والتفسير. هذا الإمام البيهقي. ماذا بقي لهم؟ إذن رددنا عليهم في اللقاء الأول في مسألة أن النبي ينفع بعد موته ويستغفر، ومسألة المجيء وأنه حي في قبره، وفي هذا اللقاء أثبتنا من صحح هذا الحديث، وعلى قول الذين ضعفوه إسنادا ماذا قال علماء المصطلح؟ يجوز رواية الحديث في الفضائل إن كان له أصل في الشرع، وهذا له أصول وأدلة كثيرة. وعلى هذا لم يبقى للمشبهة المجسمة ما يتكلمون به في تكفير أمة محمد وتضليل الأمة، ومن يحرمون على الأمة إنشاء السفر. هؤلاء المشبهة يحرمون على الأمة إنشاء السفر وشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوردنا من نقل الإجماع على استحباب الزيارة، ومن نقل الإجماع على جواز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الحافظ البزار والحافظ الدارقطني والحافظ السبكي. اسمعوا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ما معنى من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ باختصار،
قال شيخنا المحدث الهرري رحمه الله: المسلم الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، لا رياء ولا لغرض دنيوي أو لغرض خبيث، حاشا، بل لله تعالى بمال حلال، ولم يضيع فرضا من الفرائض في هذه السفرة، وجاء القبر الشريف فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يسمعه ويرد عليه السلام كما أثبتنا في اللقاء الأول من الأحاديث، ثم اسمعوا، قال: وجبت له شفاعتي. وجبت يعني ثبتت، أي أن هذا الزائر بهذه الصفات وبهذه الشروط يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فلا يعذبه الله ولا يدخله النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة سماها العلماء شفاعة الإنقاذ من العذاب، شفاعة الإنقاذ من العذاب. فإذا سئلت، فإن كان هذا الزائر للناس عليه حقوق، ماذا يكون يوم القيامة؟ قال العلماء: الله يرضي خصم هذا الزائر بما يعطيه سبحانه من خزائن فضله، ويعفو عن هذا الزائر، فلا يعذبه لأجل شفاعة النبي له، لأنه قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا باختصار عن ما يتعلق بهذا الحديث وما قال فيه العلماء. وأما عن بركات الزيارة وعما حصل وظهر من آثار وبركات وأسرار وخيرات للأولياء للعلماء للزائرين فكثيرة جدا، أعظم وأكثر من أن تحصى في هذا اللقاء. رزقني الله وإياكم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم الحج والعمرة والزيارة والمجاورة. اللهم أكرمنا بزيارة نبيك المصطفى وأعد علينا من بركاته. ربنا شفعه فينا، اللهم ارزقنا رؤيته يا رب العالمين، ثبتنا على حبه، اللهم توفنا على حبه، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.